السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بيكم حبايبي أبطال جريد 4. النهاردة إن شاء الله هنحل امتحانات مع بعض من كتاب الاستثمنت المعاصر، وصلنا لإجزام نمبر 3 لمحافظة القاهرة لمنطقة الساحل. question number 1 choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. number 1 the animals that are active، active يعني ايه يا ولاد؟ يعني نشط. at night في الليل are called space animal، الحيوانات اللي بتنشط في الليل اسمها ايه بقى؟ diurnal ولا nocturnal ولا endanger ولا extinct؟ اسمها nocturnal animal، الحيوانات الليلية nocturnal animal. number 2 the ability to rotate head in all direction is well known in، عندها القدرة ان تلف راسها 360 درجة في كل الاتجاهات، هي مين؟ هي طبعا الأول. number 3 there is a space force between the car tires and the road that decrease its speed gradually، بيكون في قوة بنسميها قوة الفريكشن فورس ما بين الكاوتش بتاع العربية وما بين الطريق. الفريكشن فورس دي هي اللي بتسبب انها تقلل السرعة تدريجيا، يعني يبقى الفورس دي اسمها فريكشن. نمبر بي. نمبر 4 space is the ability to do work or make a change، عندها القدرة على عمل شغل وتسبب التغيير، هي ايه؟ هي طبعا الانيرجي. نمبر سي. question number b mention the type of adaptation of phoenix fox during its panting. panting زي ما انتوا شايفين يا ولاد الفينيك فوكس لما بيعيش في الديزرت ودرجة حرارة بتكون مرتفعة بيقوم بعملية اسمها panting، ان هو يطلع لسانه زي ما انتوا شايفين كده ويلهس، يقعد يطلع لسانه كده ويلهس عشان يبرد جسمه اللي بتكون درجة حرارته مرتفعة. طيب الحركة اللي هو بيعملها دي تعتبر structure adaptation ولا behavioral adaptation؟ طبعا دي حركة هو بيعملها يعني سلوك، فدي تعتبر behavioral adaptation. نحل مع بعض question number 2 وصل. عندك في الكولوم نمبر A في 1 كابوك اللي هي أشجار الكابوك، 2 جربوة حيوان الجربوة، 3 potential energy، 4 speed. نمبر B نعملها بقى زي عروستي. نمبر A is the covered distance يعني المسافة المقطوعة، covered distance المسافة المقطوعة، in a unit time على الوقت، المسافة المقطوعة على الوقت ده طبعا التعريف بتاع السبيد، يبقى نمبر 4 هتاخد نمبر A. نيجي عند 4 ونكتب A. نمبر B grow in Amazon rainforest، بتنمو في منطقة الأمازون غابات الأمازون rainforest، هي طبعا الكابوك، يبقى نمبر 1 هتاخد نمبر B. نيجي عند 1 نكتب قصادها B. سي it hops in zigzag pace يعني بيقفز بشكل زجزاجي، هو طبعا الجربوة، يبقى 2 هياخد سي. نيجي عند 2 ونكتب سي. دي is stored energy in the object due to its position، ده طبعا الديفينيشن بتاع البوتنشال انرجي، يبقى نمبر 3 هتاخد نمبر دي. نمبر بي mention the importance of gills for fish، أهمية الجيلز الخياشيم للأسماك، طبعا الخياشيم أهميتها إنها تستخرج الأكسجين من الووتر عشان عملية التنفس، هنكتب الكلام ده it's used to extract يعني تستخلص oxygen gas from water for respiration، يبقى it's used to extract oxygen gas from water for respiration. question number 3 correct the underlined word، الكلمة اللي تحتها خط خطأ احنا هنصلحها. number 1 the eye pupils in human open wider than that in nocturnal animals، الانسان بتاع العين في الانسان
بيكون الفتحه بتاعته عريضه وايدر عن النوكتورنال انيمال؟ لا طبعا، النوكتورنال انيمال هو اللي بيكون واسع، يبقى في الانسان بيكون ضيق، يبقى هنكتب بدل وايدر هنكتب نارور. نارور. نمبر 2، خلوا بالكم من نمبر 2 ده مهم. ستومك از ذا مين كنترول سنتر ان ذا هيومن بودي، مركز التحكم الرئيسي في جسم الانسان هو الاستومك؟ لا طبعا يا ميس، هو ايه؟ هو البرين، المخ. نمبر 3، ذا كاينيتيك انرجي انكريزز باي انكريزينج ذا هايت of the moving object. الكاينيتيك انرجي بتزداد لما الهايت بتاع الموفينج اوبجكت بيزداد؟ لا طبعا، لما السبيد بتاع الموفينج اوبجكت بيزداد. يبقى بدل the height هنكتب the speed. 4، pushing force of gravity makes the ball falls down after throwing it in the air. البوشينج فورس هي اللي بتخلي الكوره لما انت تحدفها في الهواء لفوق تسقط لتحت؟ لا طبعا، هي البولينج فورس، قوة السحب بتاعة الجرافيتي. يبقى هنشيل البوشينج نحط بدلها بولينج. نمبر بي، رايد a name of an animal that lives in water، حيوان بيعيش في الوتر، and communicate by songs، بيتواصل مع بعضه عن طريق السونجس، الأغاني. طبعا هو الهامب باك ويل، الهامب باك ويل هو اللي قلنا عليه بيتواصل عن طريق الأغاني، الهامب باك ويل. كده نخلصنا امتحان نمبر 3. لو عجبكم الفيديو اشتركوا معانا في القناة، وانتظرونا ان شاء الله في اكزام نمبر 4. ما تنسوناش لايك على الفيديو، والسلام عليكم.